طالب شاهد كاروت، طالب سارة فتوح، طالب عبق عارف، طالب رنيم داوود، طالب رحيم فني، طالب بنسان المصري. طالب سوسانا بدير. ميس مجال. ميس شرين. شاهد الفيس. اليوم نقوم بتخريج دورة تلقت 16 ساعة تدريبية من قبل المرور بكيفية استعمال الطريق والدوريات الأمانة على الطرق. خلال هذه الفترة تلقوا العديد من المعلومات وقاموا بالممارسة النظرية والممارسة العملية كمان على الشارع بوجود أفراد الشرطة اللي إن شاء الله يكونوا قادرين على نقل رسالة الشرطة ويكونوا قادرين على حماية أنفسهم وحماية زملائهم الطلبة من خطر الحوادث على الطرق. نحتفي بتخريج 17 طالب في مدرسة بنات محمود الهام شريم، اكتسبوا العديد من المهارات حول موضوع السلامة المرورية. طبعا التدريب تم بالتعاون ما بيننا وبين مديرية الشرطة، مشكورين بالتعاون ما بينهم وبين قسم الصحة المدرسية في المديرية. الهدف من التدريب هو إكساب الطالب مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات حتى يكتسب ثقافة التعامل مع الطريق ويحترم آداب الطريق، ويقوموا فرقة السلام المرورية بدورهم في توظيف المهارات اللي اكتسبوها حتى يضمنوا مرور الطلبة أو وصول الطلبة لمدرستهم بأمان. بدورنا بنقدم الشكر الجزيل لمديرية الشرطة فتور كريم ممثلة بالمقدم الحقوقي موسى يدك والفريق العامل معه على جهودهم في رفع الكفاءات المهنية لطلابنا ومعلمينا في هذا الجانب. عندنا حفل تخريج لطالبات فرقة السلام المرورية بعد 16 ساعة تدريبية من قبل شرطة المرور بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم قسم الصحة. طبعا مشكورين، بنشكر بهالمناسبة شرطة المرور على جهودهم وتواصلهم معنا ووقفتهم اليومية، يعني شرطة المرور في البرد في الحر في كل وقت موجود عند مدخل المدرسة من أجل أن الطالبات يقطعوا الشارع بأمان. طبعا المدرسة عندنا حوالي 500 طالبة وتقريبا 300 طالبة من زهير محسن، يعني حوالي 800 طالبة اللي بتخدمهن هذه العملية.